الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، تحيتنا تتجدد في هذا الصباح لينطلق شوطنا الخامس عشر، والذي يحمل في طياته وكشوفاته الأبكار المحليات الأصايل من فئة الإنتاج. نتمنى التوفيق دائما للجميع الذين حضروا للمشاركة في أرضية هذا الميدان، عاصمة الميادين، ميدان الوثبة هنا بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في منافسات وتحديات تشاهدونها في بث حي ومباشر عبر قناة ياس المتابعة لهذه الأحداث المتواصلة والجميلة والتراثية الرائعة. هذا شوطنا الخامس عشر، شوط ما قبل الختام، ينطلق في هذا التحدي الجميل كما ذكرنا، يحمل أيضا تحديات ومنافسات الإبكار من فئة المحليات الإنتاج. مباشرة إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط أجد العنود اللي على المركز الأول تتقدم بشعار صالح بن سالم بن محمد العفاريات مع المركز الأول ومع الصدارة، لكن التغيير ترى وجرى مع أسرار اللي غيرت إلى المركز الأول لحمد بن خويت بن بخيت العامري، بينما المركز الثالث هذه هي وعد لمحمد بن مهير بن سعيد المزروعي، رابع المراكز الساعية لعبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، بينما المركز الخامس تواصلت فيها حدث لسالم بن سعيد بن مسلم العفاري، والمركز السادس الشامخ لسالم بن سعيد بن غفان اليابري، بينما المركز السابع ناصية لسليمان بن بخيت بن محمد المنهالي، والمركز الثامن ثامن المراكز بدأ الاندفاع وبدأ الانطلاق وبدأت المنافسة هنا في هذا التحدي الجميل من خلال تواجد شعارات متواصلة دائم. هذه الترحيب لمسلم بن علي بن دري المنصورياتية على المركز الثامن في هذه اللحظات، بينما المركز التاسع وصل الطاعة منصور بن علي بن سالم العامري، وعاشرا جمايل سلطان بن علي بن عمير الاكتبي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء، هكذا هي المنافسة، هكذا هي القوة والتحديات الجميلة في أرضية هذا الميدان. إذا متابعينا الكرام، عدينا المراكز العشرة الأولى على مسامعكم، النتيجة المبدئية لهذا الشوط من خلال تواجد هذه الأسماء والتغييرات التي تدور في مساري وتحديات المنافسة في هذا الشوط، أيضا من خلال تقدم الأسماء وتأخر بعضها وتنافس بعضها مع بعض في تحدي ومشهد جميل. وانتصفت المسافة في هذه اللحظات هنا، المتبقية 3 كيلومترات هي المتبقية عن نهاية هذا الشوط. إذا نعود إلى التغيير اللي طرى إلى المركز الأول، إلى حدث هي على المركز الأول تضرب بخفيها على صدارة هذا الشوط، تتقدم بمستوى جميل وبشعار يحمل هذه التحديات المميزة. هذه حدث لسالم بن سعيد بن مسلم العفاري، مباشرة يسير إلى المركز الأول يستحوذ إلى مقدمة الشوط، أما المركز الثاني فالعنود العنود اللي صادتني وانا من صاد، هذه العنود القادمة لصالح بن سالم بن محمد العفاري، انتقل الى المركز الثالث واجد هي الشامخة القادمة في هذه اللحظات. لمن الشموخ؟ لمن الارتقاء؟ لمن الريادة؟ لمن الصدارة؟ هذه الشامخة لسالم بن سعيد بن غفان اليابري، ياتي مع المركز الثالث ورابع المراكز اسرار. وهل ستكشف الاسرار يا اسرار؟ لا نسبق الاحداث بل نتابع حتى نهاية هذا الشوط.
هذه أسرار لحمد بن خويت بن بخيت العامري يتقدم هنا في هذه اللحظات. وصل شعار كبير، وصل شعار متميز، شعار دهشة، شعار الشامخة، شعار أسماء كبيرة صالت وجالت في عالم الرموز. هذه ترحيب القادمة لمسلم بن علي بن دري المنصوري. يتقدم بن دري، يتقدم بن دري، يتحرك. يا سلام، الصراع بدا والنزاع بدا نحو هذا الاندفاع الجميل ما بين هذه الاسماء. من وصل؟ وصلت ناصية لسليمان بن بخيت بن محمد المنهالي، يتقدم معه ناصية ويتحرك، والتحرك الآخر من العزوم، العزوم يا العزوم لمحمد بن سليم بالأسود العامري. وتحركت نسيم لعبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني. وصل العرياني، بدأ هنا يجدد الأمانية وينطلق إلى هذا الاندفاع الجميل. لكن وين المقدمة؟ المقدمة والصدارة هنا ترحيب، بدأت ترحب بالمركز الأول، والمركز الأول يرحب بها. هذه هي ترحيب لمسلم بن علي بن دري المنصوري. ولكن حذراك من العرياني، العرياني يتقدم هنا على المركز الثاني ويصل بنسيم. يا نسيم يا نسيم يا نسيم لعبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني. بدأ العرياني يتحرك، والكل يتحرك من أجل الفوز، من أجل الانتصار. انتقل إلى المركز الثالث للشامخة لسالم بن سعيد بن غفان الجابري، رافع المراكز. العزوم لمحمد بن سليم بالأسود العامري. اشتدت المنافسة، اشتد النزال، اشتد الصراع. حمي الوطيس، بدأت الأسماء تختلط في بعضها البعض في معركة أخوية، في منافسة شريفة. لكن بن دري أعصابه في فريزر، أعصابه في ثلاجة، ما شاء الله ما قالها شيء حتى هذه اللحظات. هي ترحيب لمسلم بن علي بن دري المنصوري العرياني على المركز الثاني مع نسيم. ولكن تواصلت الشامخة لسالم بن سعيد بن غفان اليابري على المركز الثاني. لكن خلاص بن دري بن دري بن دري طار بالناموس، طار بالإنجاز، طار بالفوز مع ترحيب ترحيب لمسلم بن علي بن دري المنصوري. ينطلق بانطلاق مميز ويفوز بناموس هذا الشوط. تهانينا لك على هذا الفوز والانتصار. سلام الختم، سلام على هذا الفوز. المركز الثاني الشامخة لسالم بن سعيد بن غفان اليابري. المركز الثالث وصلت فيه بتسوغان حمد بن محمد بن فهد العجمي. المركز الرابع هنا مع المركز الرابع نسيم لعبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني. المركز الخامس طاعة منصور بن علي بن سالم العامري. اذا مشاهدينا الاعزاء، مستمعينا الافاضل، منافسه شيقه. بن دري كالعاده لا جديد، مبدع ومتميز دائما، يقدم النوعيات الفاخره في عالم سباقات الهجن باجمل حله، بارقى مستوى، باداء كبير، شعار لا تغيب عنه الشمس. ده هنا التوقيت الزمني 9 دقائق، هنا 9 دقائق 18 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لك على هذا الفوز والانتصار، وسلام الختم، سلام على هذا الفوز. بينما المركز الثاني هنا التوقيت الزمني المرافق للمركز الثاني 9 دقائق 20 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. كانت هي الشامخة لسالم بن سعيد بن غفان اليابري. بينما المركز الثالث تسع دقائق 21 ثانية وجزئين من الثانية اللي وصلت على المركز الثالث. هنا كان ايضا كانت مستوغان بالمركز الثالث لحمد بن محمد بن فهد بن بيشان العجمي. تهانينا وناموس. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، نصل بكم الى شوط الختام.
شوطنا السادس عشر للابكار الثنايا المهجنات الاصايل شوط الانتاج